هذيك مملكة بريطانيا لا يظلم فيها أحد. شتي هذيك الكلام هذاك اللي كانوا يقولوه الشباب تاعنا. هذه قول يا ودي اني حاب نروح نحرق، اني حاب نروح شويه للحريات نتاع الاباحيه، اني حاب نروح نشطح شويه ونغني شويه ونفسق شويه، ولا قول اني حاب نروح نخدم شويه، ولا كش ما ندير يعني على حسب نيتك انت واش راك حاب دير. ما تقول الناس هذيك الكلام، ما تجيش تقول هنا، ما تجيش تقول لنا هذوك الناس وعندهم العدل وكذا. الله يرحم والديكم، اي واحد ما يجيش يقول الكلام هذا. هذوك اللي كانوا يقولوا لنا الكباش تاع العيد على تذبحوهم مساكن، والاطفال هذو اللي يموتوا قريب 9000 بنادم، هذو ما عادي، هذو ما رخاص على الكباش. هذو هما الان تروح لهم في فرنسا، تروح تشوف هذاك العيد هذاك هالوين ولا تاعهم هذاك، واش يديروا لاشين عند الحفافين تاع القطوط والكلاب 40 اورو الواحد الكلب، البنادم ب 10 اورو 5 اورو، والكلب والقطه ب 40 اورو دايرين لاشين. هذيك مملكة بريطانيا لا يظلم فيها أحد. شت هذيك الكلام هذاك اللي كانوا يقولوه الشباب تاعنا. هذه قول يا ودي اني حاب نروح نحرق، اني حاب نروح شويه للحريات نتاع الاباحيه، اني حاب نروح نشطح شويه ونغني شويه ونفسق شويه، ولا قول اني حاب نروح نخدم شويه، ولا كش ما ندير يعني على حسب نيتك انت واش راك حاب دير. ما تقول الناس هذيك الكلام، ما تجيش تقول هنا، ما تجيش تقول لنا هذوك الناس وعندهم العدل وكذا. الله يرحم والديكم، اي واحد ما يجيش يقول الكلام هذا. هذوك اللي كانوا يقولوا لنا الكباش تاع العيد على تذبحوهم مساكن، والاطفال هذو اللي يموتوا قريب 9000 بنادم، هذو ما عادي، هذو ما رخاص على الكباش. هذو هما الان تروح لهم في فرنسا، تروح تشوف هذاك العيد هذاك هالوين ولا تاعهم هذاك، واش يديروا لاشين عند الحفافين تاع القطوط والكلاب 40 اورو الواحد الكلب، البنادم ب 10 اورو 5 اورو، والكلب والقطه ب 40 اورو دايرين لاشين.